علشان نعالج السرحان في الصلاة نعمل ايه؟ اول حاجة لازم استحضر انني في مقام الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، واشغل نفسي دائما بالصلاة، باركان الصلاة وبالقراءة وبالتسبيح والركوع والسجود، وانسى تماما اي شيء دنيوي. طيب مهما نعمل ونستحضر، ولكن ايضا بياتي على الانسان لحظات كده بيفتكر حاجة مرة واحدة، بيشغل نفسه بحاجة، لاقي نفسه انشغل بشيء. صح بيحصل. نعمل ايه؟ علشان نخرج من الحالة دي انا هقول لها كل يوم تحفظ آية واحدة بس او آيتين جداد مش كانش حافظاهم قبل كده، وتقراهم في الصلاة. دايما لما تقرا حاجة جديدة من القرآن مش حافظها قبل كده هيكون ده دايما هو اللي بيسرع انتباهها ويخليها مركزة جدا جدا جدا، فما بتسرحش اثناء الصلاة. لو عملت كده ان شاء الله مش هتسرح. طب لو سرحت تعود مرة تانية. طب ممكن اقول استغفر الله العظيم مثلا او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ما في مانع، حتى وهي بتركع ما في مانع تستغفر الله او تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ما في مانع ان شاء الله باذن الله. هذا ليس لا يفسد صلاتها ان شاء الله.